رمضان أقمما منة المنان قد جاء يحمل منحة الرضوان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رمضان والتغيير. كم واحد منا حدث نفسه أنه لا يستطيع أن يغير واقعه أو يستبدل عاداته السلبية أو يصنع واقعا جديدا في حياته، وحين جاء رمضان قلب هذه التصورات وأحدث نقلة نوعية في كل شيء. فالإنسان قبل رمضان يحاول أحيانا أن يصوم لكنه يتكاسل، لكن إذا جاء رمضان صام واستعود على الصيام. وهناك أيضا عادات قد التزمها الإنسان قبل رمضان، منها عادات في ساعات تناول الطعام أو شرب بعض المشروبات في ساعات محددة، لكن إذا جاء رمضان صنع واقعا جديدا وصار للإنسان نظام جديد، فتراه يستيقظ للسحور في تلك الساعة المبكرة، وقبل السحور يتناول الطعام ثم يصلي الفجر في وقته ومع الجماعة، ثم ينقطع عن الطعام والشراب حتى غروب الشمس. هذا واقع جديد، فهذه الواقع الجديد يعود الإنسان أن يغير من حياته وأن يكسر عاداته، فلا يقول أنا تعودت على الشيء الفلاني ولا أستطيع تغييره. وهناك أيضا أمر مهم هو للمدخنين الذين يقولون تعودنا على الدخان لا نستطيع ترك التدخين، في رمضان يتركونه ويستعينون بالله، فهذه فرصة للمدخن أن يستعين بالله وأن يثابر على ترك التدخين في رمضان وفي غيره. أيضا التغيير ضروري للإنسان المسلم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من تغيير عاداتنا السيئة وعاداتنا السلبية وإصلاح أنفسنا حتى يغير الله تعالى حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين.